ايوه الحفل الكريم عشاق الاصاله والتراث لا زالت تحديتنا مستمره. شوتنا الرابع والخاص هنا بالقعدان الفطامين الصعوبة، إذا مسافتنا هي 1200 متر نسيرة مع البداية. شوطنا إذا فيها التحديات نسيرة مع البداية مع شاهين سالم بن محمد بن مويز الدرع من ياتي يقدم شاهين، بينما المركز الثاني شاهين محمد بن راشد بن حمد الدرع، والمركز الرابع الثالث عفوا متعب محمد بن سالم محمد ابي سالم بن مرزوق الدرع من ياتي على المركز الثالث والمركز الرابع على الوصول والتقدم. شاهين محمد بن علي بن مسلم الجنيبي من ياتي على المركز الرابع. نعود مع البدايه، نعود مع رقص المقدمه. الله الله شاهين سالم بن محمد بن مويز الدرع من ياتي على المركز الاول على البدايه الاولى، يسير لا منافس ولا منازع مع البداية الأولى، بينما الوصول والتقدم. شاهين محمد بن راشد بن حمد درعي، الله الله 300 متر الأخيرة، الله يا سلام، تابع هذا العرض المميز الذي قدمه شاهين مع خط النهاية مع الفوز والانتصار. سق الله دارك يا مالك شاهين على هذه العروض. روح يا بن مويز، روح 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 مع الرقصة، روح وركز لي على التيم يلي قابل ساعة التيم. تهاني لمالك شاهين سالم بن محمد بن مويز الدرعي، واسعد الله صبحك على هذه العروض. المركز الثاني وصل شاهين محمد بن راشد بن حمد الدرعي، المركز الثالث هنا وصل ايها الحفل الكريم شاهين محمد بن علي بن مسلم الدري، والتوقيت الافضل في الصعوب دقيقة 43 ثانية و47 جزءا من الثانية، التوقيت الافضل في الصعوب. ما شاء الله على هذا العرض، تهانينا والناموس لمالك شاهين سالم بن محمد بن مويز الدرعي.